استجابة لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة ومناسبة. تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين لتكون بشرى سارة للجميع، وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث ستتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين. تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. والمزيد ينضم إلينا عبر شبكة مراسلين زياد قاسم من منطقة الويلي بالقاهرة. برحب بك طبعا زياد. في البداية، هل لك أن تطلعنا عن تفاصيل أكثر حول المبادرة ومدى رضاء المواطنين عن جودة اللحوم ونسبة الإقبال؟ تحياتي لك نسرين، وتحياتي لكل مشاهدي اكسترا نيوز من هنا من داخل حي الويلي، تحديدا بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، حيث نتابع معكم هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتواجدة الآن في السوق المصري، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قبل أن نتحدث تفصيليا عن هذه المبادرة وما يحدث اليوم داخل حي الويلي، دعونا أن نؤكد على أن مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، وتم إشهارها كمؤسسة مجتمع مدني في عام 2019. هذه العربة التي نقف أمامها وهذه النقطة التي نتواجد بها بحي الويلي شهدت إقبال كثيف من المواطنين على العربة منذ فتح العربة أبوابها للبيع أمام الجماهير، ولاحظنا توافد عدد من الجماهير التي أتت في الأيام الماضية للشراء من هذه العربة والعربات المختلفة من مؤسسة حياة كريمة التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. وأكدوا هؤلاء المواطنين على جودة اللحوم والدواجن التي اشتروها من هذه العربة والعربات المختلفة المنتشرة في محافظة القاهرة. اليوم تشهد محافظة القاهرة عدة نقاط لبيع اللحوم والدواجن. النقطة الأولى التي نتواجد بها الآن هي النقطة المتواجدة بحي الويلي، تحديدا متواجدة الآن بميدان العباسية. هناك نقطة أخرى بمنطقة السيدة عائشة، ونقطة أخرى بمنطقة السلام أول، ونقطة أخرى بحي المعادي. أيضا هناك نقاط مختلفة على مستوى الجمهورية، فهناك أربع نقاط بمحافظة الجيزة، ونقطة بمحافظة السويس، ونقطة بمحافظة الإسماعيلية، وعدة نقاط مختلفة في محافظة بني سويف. والأيام المقبلة ستشهد انتشار لهذه العربات في مختلف محافظات الجمهورية. أيضا نؤكد على أن هذه المنتجات اللحوم والدواجن تخضع لرقابة بيطرية دقيقة وصارمة لضمان جودة الوصول إلى المواطن المصري. أيضا نؤكد على أن مؤسسة حياة كريمة تدخلت بشكل آلي وسريع لمساندة المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية في عدة مبادرات سابقة، حيث وفرت المؤسسة العديد من المبادرات، حيث قدمت المؤسسة الصناديق الخاصة بالحماية الاجتماعية، الصناديق الغذائية التي كانت تحتوي على المواد الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية. واليوم وتشهد اليوم السابع من هذه المبادرة التي توفر فيها اللحوم والدواجن مؤسسة حياة كريمة بأسعار أقل من الأسعار المتواجدة في السوق المصري. اليوم توفر مؤسسة حياة كريمة سعر كيلو اللحم البقري الطازج 185 جنيا، وسعر الدجاجة الواحدة 90 جنيا. هذه الصورة من هنا من حي الويلي بالعباسية، والآن نعود إليكم في الاستوديو ما إذا كان لديكم أي استفسار آخر حول هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك زميل زياد قاسم من منطقة الويلي بالقاهرة.